الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب،
فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا ولأهلينا وذوينا فرجا وسرورا. من منن المولى عز وجل أن تتزامن محطة النصيحة الجامع هاته ونحن نعيش فرحة استقبال أول أيام وليالي شهر رمضان المعظم، شهر النور والبركات، شهر المغفرة والرحمات. فرمضان سفينة النجاة وقنطرة العبور إلى ضفة الأمان، حيث أبواب الرحمة والغفران مترعة وصفقة القبول معروضة، ربانها ينادي اركب معنا ولا تكن من الغافلين. فالوجهة الله والبغية رضاه، ولكل مضمار سابق ولكل طريق صادق، فليكن شعارك لن يسبقني إلى الله أحد. فمجلسنا هو دعوة كريمة من رب الرحيم، روضة غناء من رياض الجنة، فرصة لتوطيد معاني التحاب في الله والتناصح في الله والتجالس في الله. فلنعد الآنية لاستمطار واستقبال هذه الرحمات، علنا نحظى بالقبول وتزف أسماؤنا في الملكوت الأعلى بأننا من عتقاء هذه الليلة المباركة، آمين. إن من يتأمل في حقيقة هذه الحياة الدنيا وتقلب أحوالها في نفسه والناس أجمعين سيدرك تمام الإدراك أن الله عز وجل لم يخلقه عبثا، إنما لحكمة سامية وغاية رفيعة، ألا وهي عبادته سبحانه والسير على نهجه وفطرته التي فطر الناس عليها. فسبحان من أوجد الخلق من العدم وجعل له الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وما تفاوت الناس على الصراط في الآخرة إلا بقدر الاستقامة على صراط الدنيا. وللسير على بساط الاستقامة لا بد من تربية إيمانية تكون العون والمدد لتخطي العقبات النفسية، وحتى يتسنى له العبور بسلام من دار الفتن والابتلاءات إلى جنات عرضها الأرض والسماوات. موضوعنا لهذه الليلة تحت عنوان التربية الإيمانية وأثرها على النفوس. لمدارسة هذا الموضوع تتقدم الأستاذة الفاضلة أمينة جكاني لبسط الأرضية الرئيسية، تليها أربع مداخلات ثم الكلمة الجامعة ودعاء الختم. فما هي حقيقة التربية الإيمانية؟ وكيف تساهم في حل المشكلات النفسية؟ وأين تكمن أسباب وتجليات هذه المشكلات؟ هذا ما ستبسطه معنا الأستاذة أمينة جكاني، فلتتفضل مشكورة مأجورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلق الله عز وجل الخلق وأوجدهم لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، وقد ربى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على خير نهج وأقوم طريق، وسار مسارهم الرعيل الأول،
ولذا كان من المقتضيات العظيمة في المنهج القويم رفعة إيمان العبد وصلاح قلبه وتقويم النفس الإنسانية على الخلق الفطري الذي فطرت عليه وصولا به إلى طريق النجاة والهداية. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقف مع هذا المنهج المتكامل في تربية الإنسان من خلال هذه المداخلة لبسط الحديث عن أثر التربية الإيمانية على صحة النفوس في ثلاث محاور: أولاً حقيقة التربية الإيمانية، ثم نقف ثانياً مع الواقع لاستقرائه وإبراز العلل والاضطرابات التي تصيب النفوس، وأستعرض في الأخير دور التربية الإيمانية في حل المشكلات النفسية وأثرها في صحة النفوس. للتربية معاني عديدة تدور حول تنمية وتنشئة ورعاية النفس البشرية وسياستها وتهذيبها وتزكيتها والحرص على تقويمها حتى تستقيم على جادة الطريق. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. ويرى الإمام الغزالي رحمة الله عليه أنها تلك العملية التي تشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. وعند الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله فيقول: التربية الإيمانية عملية على نجاحها يتوقف ميلاد المسلم إلى عالم الإيمان ثم نشوءه فيه وتمكنه ورجولته. وللتربية الإيمانية أسس، أولها العقيدة وهي الأساس الذي ينبني عليه المنهج التربوي لتطهير القلب وتزكية النفس. ومن مفاهيم العقيدة معرفة الله تعالى وترجمة معنى لا إله إلا الله، والإيمان بالنبوات والغيب والكتب السماوية واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس أصول الإيمان في قلوب الصغار قبل الكبار، فقد نراه يسير في الطريق راكبا دابته مردفا عليها من خلفه صبيا صغيرا هو ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم يلقنه دروسا في الاعتقاد الإيماني الصافي فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي. العلم، فالمفتاح الأكبر للفهم العلم، العلم الجامع المستند إلى الوحي كتابا وسنة، الموجه للناس في واقع دنياهم وأجل آخرتهم، المهتم بكليات الأمور، المتميز بشمولية النظرة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. العبادة عمل الجوارح، وهي التطبيق العملي لما يتلقاه القلب والعقل، فالعبادات هي بمثابة الوقود الداخلي الذي يشحد الهمم ويقوي الأبدان ويزيد الإيمان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأخلاق، فالكمال الخلقي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية رسالته بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتمثل الأخلاق في منهج التربية الإيمانية ركيزة أساسية في تربية النفس، فحسن الخلق صاحبه يوم القيامة في منزلة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والقريب من الحبيب صلى الله عليه وسلم في مأمن من غوائل نفسه. كما تهدف التربية الإيمانية على مستوى الفرد إلى تطهير قلبه وتزكية نفسه وتنوير عقله وتهذيب سلوكه، وعلى مستوى المجتمع تهدف إلى تغيير الذهنيات والعادات والأنانيات، وعلى مستوى الأمة تسعى إلى بناء وحدتها وتوحيد كلمتها وجهودها. ولما كانت هذه التربية موجهة للإنسان فلا بد من إطلالة على واقعه لنستقرئه ونبرز علل النفوس ومشكلاتها. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله عز وجل أخبر في هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يبتلي عباده ليتبين الصادق من الكاذب، يبتليهم ليمتحنهم لا ليهلكهم، فالدنيا دار بلاء وامتحان. يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد حددت الآية أنواع الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان: قد يبتلى بالخوف والجوع، وقد يبتلى بالفقر وموت الأحباب، وقد يبتلى بنقص الأموال وكذا الثمرات. إذن تشتد المحنة ويعدم الخطب عندما يكون الإنسان أمام هذه الابتلاءات بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، في غفلة عن ذكره، ضعيف الإيمان، فيواجه الابتلاء بجزع وسخط، والجزع هو الخوف الشديد. ومما يزيد من حدة الأزمة هو غياب المواساة المادية والمعنوية وغياب التكافل بسبب الأنانية والخوف على متاع الدنيا وغيرها من الأمراض التي تفشت في المجتمع. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. أخرجه الحاكم. فالأشر والبطر بمعنى واحد. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: البطر دهش يصيب الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. أما التناجش فهو المزايدة في الدنيا والتنازع عليها. والبغي هو التطاول على الناس ظلما. إذن تحت وطأة هذه الأدواء، زيادة على ضعف الإيمان والبعد عن الله عز وجل، يحصل للإنسان انفعالات واضطرابات نفسية تؤرقه وتجعله يشعر بالضيق والقلق والتوتر، تهدد استقامته في علاقته بربه وفي علاقته بنفسه وأيضا في علاقته مع الآخرين. كيف؟ فعلاقة العبد بربه علاقة عبادة واستقامة، أساسها الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لكن بفعل الاضطرابات النفسية يصبح الإنسان في حالة من الشك والوسوسة وسوء الظن بالله عز وجل، وهذه الحالة تؤثر سلبا على الإنسان في علاقته بنفسه، فيشعر أنه دون المستوى وأنه أقل شيئا من الآخرين، يحقر نفسه ويستصغرها، فيعتريه الخوف في علاقته بالآخرين. إذن فيعيش العزلة والقوقعة، وقد يصل الحال إلى اليأس والإحباط. وتشير التقارير الرسمية أو غير الرسمية إلى أرقام مقلقة بشأن الانتشار الملموس لمختلف أنواع هذه الأمراض النفسية بين المغاربة، وفي مقدمتها نجد الاكتئاب. كما كشف تقرير صادر عن منظمة بارومتر العربي حول الصحة النفسية عن إصابة 20% من المغاربة بمرض الاكتئاب. هذه النسبة قد أكدتها وزارة الصحة المغربية التي كشفت بدورها في إحصاءات رسمية أن 40% من المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة يعانون إما اضطرابا نفسيا وإما اضطرابا عقليا. وحسب المتخصصين في الطب النفسي، عادة ما تبدأ الاضطرابات النفسية بتوتر وقلق، وسرعان ما تتحول إلى جملة من المشاكل والعقد
قد تصل أحيانا إلى الانتحار. إننا في حاجة إلى معرفة عيوب النفس وأمراض القلوب ومجامع الهوى ومداخل الشيطان، وكيف يتقيها المسلم؟ ما استطاع، فالوقاية أسلم وهي خير من العلاج. وكيف يعالجها إذا سقط فيها؟ فما جعل الله عز وجل داء إلا جعل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الخطر هو اهتمام الناس بأمراض الأبدان وغفلتهم عن أمراض القلوب والنفوس. إن الحياة المادية المعاصرة رحى طحون، والناس هم الحب المحصور بين حجريها الكبيرين، ولا سبيل ولا نجاة أمام البشرية عامة والمسلمين خاصة إلا بالتربية الإيمانية الربانية. إذن فما دور التربية الإيمانية في حل المشكلات وأثرها في صحة النفوس؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لما كانت النفس هي جوهرة الإنسان والتغيير منها يبدأ وإليها يعود، فلا بد للتربية الإيمانية أن تعهدها بالتهذيب والتزكية. ويظهر أثر التربية الإيمانية على صحة النفوس حين ينادي الله تبارك وتعالى: الذين غلبهم اليأس والقنوط، وهو انقطاع الأمل في الخير. والقانط إنسان مسلوب الإرادة، ضعيف النشاط والحيوية، دائم الخوف، تكتنفه الهواجس ويسحقه القلق ويعتريه شعور بالحقد على الآخرين. ينادي الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالله عز وجل ينادي في عباده ليخرجهم من ضيق اليأس والقنوط إلى سعة رحمته. أيضا حين يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أصبنا بالإحباط وعدم الرضا دعاء عظيما، ألا وهو: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حين يعد ربنا تبارك وتعالى المؤمن: وعد الله عز وجل المؤمن حق، يعيد بنعمة الأمن النفسي والطمأنينة والتحرر من الاضطراب والقلق. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حين حلول المصائب التي تطيش بعقل وروح الإنسان، فالإيمان بالله يورث هداية للنفس تخرجه من مصيبته، ليس هذا فحسب، وإنما تهديه للتعاطي الإيجابي مع هذه المصيبة فتزيده خيرا على خير. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وفي الحديث المتفق عليه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويظهر أثر التربية حين الإقبال على الله تدخل في حمى الله، ومن كان تحت رعاية الله وحفظه ما كان ليضيع. وهذا الشعور يورث الإنسان السكينة والأنس، ويشعره براحة البال وطيب العيش من جميع العوادي الحسية، بل حتى والمعنوية والروحية أيضا. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال أيضا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ابن سعدي: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم، من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكتر. يقول الله عز وجل: يستبشرون بنعمة من الله وفضل
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالتفاؤل والاستبشار أصل في ديننا الحنيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. والفأل هو الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة كما جاء في مسند الإمام أحمد. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن التشاؤم والأخذ بالتفاؤل والاستبشار بما هو خير. وكان رسولنا الكريم من أكثر الأنبياء والناس فألا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه حتى في أصعب الظروف والأحوال بالنصر والقوة. فأصبح التفاؤل شعارهم في كل وقت وحين، ونورهم في وقت أشد الظلمات والأزمات. فخلاصة القول: لا شك أننا نعيش واقعا غاية في الصعوبة والتعقيد، ولكن كلام ربنا عز وجل وسيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يجددان فينا الروح ويضع أقدامنا على الطريق. يقول الإمام المجدد رحمة الله عليه: إنما عالجت التربية النبوية القرآنية شوائب الجاهلية وكدرات الخطايا علاجا يوميا فيه معاناة وخصامات وخروج ودخول وحرب وسلم واتفاق واختلاف، من كتاب تنوير المؤمنات. وعليه: فالتربية الإيمانية سلوك متدرج صاعد يلزمنا لتجاوز الصعوبات واقتحام العقبات مفاتح ثلاث: صحبة صالحة تعينك وتأخذ بيدك بالصبر والمرحمة والوجه الباش والكلمة المبشرة والمواساة والمحبة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. صلة متجددة بالرب الكريم بدوام الإقبال على ذكره. جاء في الحديث القدسي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. فمن كان معهم الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ثم صدق واستعداد لتكون لك من قوة الإرادة وطول النفس ما يمكنك من إنجاز المهمات حتى النهاية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الحسن السبط وهو صبي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله للأستاذة الفاضلة أمينة جكاني على هذا الطرح القيم المتناغم في فقراته والاستنباط ما يحمل من مفاتيح تساهم في ترجمة حروف كلماته إلى سلوكات وممارسات تعين على شحذ الهمم للسير إلى الله بقلب سليم على بساط الشوق وقدم الافتقار. لهذا سنفسح المجال للمداخلات. فكيف تؤثر العبادات بأنواعها على صحة النفوس؟ وما هي مفاتيح الصحة النفسية؟ وكيف واجهت الصحابيات الجليلات باعتبارهن دروسا تطبيقية أعباء الواقع وابتلاءاته بتماسك نفسي؟ نتعرف على أسبابه. ولما تتطور الاضطرابات النفسية إلى مرض يصيب المؤمن؟ ما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟ لهذا سنفسح المجال للمداخلات.
فلتتفضل المشاركات. مأجورات مشكورات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان معقبات يحفظونه بأمر الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتجاذب النفس البشرية أعداء ثلاثة متربصين بها من شياطين الإنس وشياطين الجن وهوى النفس، وللتحصن من هذه الأعداء لا بد للمؤمن والمؤمنة من مفاتيح معينة على ذلك. وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو العبد إلى التحصن من هذه الأعداء، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كما وردت أيضا أحاديث كثيرة تدعو العبد إلى التحصن بالقرآن الكريم والأذكار المسنونة حفاظا على سلامة النفس من كل أذى ومكروه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي هذا الحديث أمر لنا جميعا بالتعوذ والاحتراز من الشيطان حتى لا يدنس النفس فيتخذها مسكنا. يقول الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله: الشيطان له مأوى داخل كياننا، له عش، له حلفاء، تخبث النفس حين لا تتزكى ولا تتطهر، فيجد فيها الشيطان ركنا ممهدا. فلتزكيتها وتطهيرها لا بد من الاستعانة بوسائل ومفاتيح لا غنى للعبد عنها إن أراد سلامة نفسه من كل أذى ومكروه. وسنركز إن شاء الله في هذه المداخلة على خمسة من هذه المفاتيح. أولها وأعظمها كما جاء في المداخلة السابقة هو الذكر. ذكر يشترط فيه الإكثار حتى تتزكى النفس وتتطهر فترتقي في مدارج الإسلام فالإيمان فالإحسان فتفوز برضا الرحمن تعالى. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمفتاح الثاني وهو لا يقل أهمية عن المفتاح الأول هو الصلاة لوقتها، لأن الصلاة تجعل العبد دائم الصلة بالله تعالى، وهي عمود الدين وحبل الله المتين الذي ما إن تمسك به العبد لم يصبه مكروه. قال الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حصن حصين إن داوم علي العبد في وقتها فيحفظ بذلك النفس من كل فحشاء ومنكر، وأكبر من ذلك أنه يدخلها في رباط في سبيل الله إن رافق المداومة عليها والمواظبة الشوق والانتظار صلاة بعد صلاة، فذلكم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرابط المؤمن منتظرا الاستجابة لنداء الله تعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا تشغله هموم الدنيا عن ذكر الله تعالى. سلاحه هو الوضوء الدائم وهو المفتاح الثالث، لأن الطهور شطر الإيمان وسبب لانحلال عقد الشيطان. أما المفتاح الرابع فهو قراءة القرآن الكريم، والقرآن كله تحصين. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال أيضا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله: ألا وإن عافية النفوس وشفاء العقول إنما تستمد من القرآن.
إلا أنه لبعض الصور والآيات من القرآن الكريم فضل خاص، وردت فيها أحاديث كثيرة تدعو العبد إلى اتخاذها وردا يوميا، ملتمسا ما فيها من تحصين وحفظ ونجاة من كل أنواع الأذى، كما جاء في الحديث الشريف على سبيل المثال لا الحصر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح. وفي رواية أخرى: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. أما المفتاح الخامس وهو الأخير فهو أدعية التحصين، أدعية التحصين التي يذكرها العبد ويدعو بها التماسا للحرز والوقاية من الشيطان، كأدعية الصباح والمساء وآداب النوم وأدعية دخول البيت والخروج منه وأدعية دخول الخلاء والخروج منه كذلك. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي أنه كان يستعيذ من ذكران الجن وإناثهم. هذه كلها مفاتيح لا غنى للعبد عنها إن أراد سلامة نفسه من كل ما من شأنه الإضرار بها، شريطة الابتعاد عن الذنوب والمعاصي التي تحجب العبد عن ربه. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا سيدنا عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كما يشترط فيه أيضا كذلك الصدق في الطلب، لأن الصدق سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الصادقين، معية هي الوجاء وهي الدواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقف في هذه المداخلة مع الآية الكريمة شعار هذه النصيحة المباركة، والتي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية 28 من سورة الرعد. سأتناول بإذن الله معنى الآية ثم أنتقل إلى مفهوم الذكر فيها وأثره على القلب. جاء في تفسير ابن كثير أن قلوب المؤمنين تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله: الاطمئنان هو السكون، والسعير هنا لليقين وعدم الشك. أما الشيخ السعدي فيقول: ذكر الله تعالى علامة المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. وفي قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره. فالاطمئنان يعني سكون القلب، ولا يكون إلا بذكر الله. لذلك نجد أن الله تعالى مهذ بذكر كلمة ألا التنبيهية، منبها ومعلنا أمرا هاما، وقدم كلمة بذكر الله لتفيد الحصر، أي أنه بذكر الله لا غير تطمئن القلوب. فما معنى الذكر في الآية وما أثره على القلب؟ اختلف المفسرون حول المقصود بالذكر في الآية، فمنهم من قال القرآن، ومنهم من قال القسم، ومنهم من قال الأذكار المسنونة، ومنهم من قال غير ذلك. وكل هذه الأقوال صحيحة، لأن مفهوم الذكر واسع يشمل كل العبادات الموصلة الواصلة بين العبد وربه، كما قال الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في كتاب الإحسان.
فالذكر إذن هو الأمر الأكبر والأعظم الذي من أجله شرعت العبادات، من فاته فاته لب العبادة، وهو صلة تربط العبد بخالقه سبحانه، فيسعد ويهنأ وينعم بالحياة الطيبة التي قال عنها المولى الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 97. وإذا كانت آثار ذكر الله وثماره كثيرة ومتعددة، فإن من أعظم هذه الآثار وأجلها أنه يورث طمأنينة القلب وسكينته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تكررت كلمة الذكر والطمأنينة في الآية للدلالة على العلاقة الوطيدة بينهما، وأن الطمأنينة تتجدد كلما جدد الإنسان علاقته بربه وأكثر من ذكره. فالطمأنينة إذن نتيجة حتمية وثمرة مرضية من ثمار ذكر الله تعالى، فبه يدخل الإنسان جنة الحياة الدنيا، فتطيب نفسه ويحيا قلبه وينشرح صدره وتزول عنه الهموم والغموم والوساوس. فإذا كان الإعراض عن ذكر الله هو سبب شقاء العبد في الدنيا والآخرة، مصداقا لقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه. فإن الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره، كل هذا يورث العبد الطمأنينة والسعادة والفرحة والسرور في الدنيا والآخرة، وكلها نعم لا تباع ولا تشترى ولا تقدر بثمن. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. وكان كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال أحد العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. فاللهم ارزقنا محبتك ومعرفتك وذكرك، وطمئن قلوبنا بذكرك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقف في هذه اللحظات مع مشهدين من حياة صحابيتين جليلتين كانتا مثالا للتماسك النفسي عند الابتلاء، نتعرف مواقفهما عساها تكون لنا سراجا نهتدي به في زمن كثرت فيه الابتلاءات وعمت الفتن. أما الصحابية الأولى فهي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجوابها على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك. وأما الصحابية الثانية فهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. عائشة زوج نبينا الكريم عليه السلام، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عائشة العالمة المجتهدة في العبادات وطول الصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله، ابتليت بالكذب والافتراء من طرف المنافقين. كذب المنافقون على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر في الناس انتشار النار في الهشيم، والصحابية الجليلة عانت من ذلك أشد المعاناة، شعور طبيعي من أي امرأة عفيفة إذا رميت في عرضها وشرفها، فقد كانت تبكي ولا يغمض لها جفن، هكذا روت كتب السير والتراجم وكتب الحديث. لما خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي شهر من الزمن: إن كنت بريئة
فسيبشرك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه. ماذا قالت؟ قالت: والله لا أتوب مما ذكرت شيئا، والله يعلم أني بريئة، ووالله ما أقول أكثر مما قاله أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. صبرت أمنا عائشة رضي الله عنها صبرا جميلا على درب الأنبياء والمرسلين، وتيقنت ببراءة قادمة من السماء، فكان لها ذلك، لقد كانت تبرئتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فطوبى لصبرها وطوبى لبراءتها. لماذا هذا الصبر؟ ولماذا هذا التماسك النفسي؟ إنهما أثر الإيمان وأثر اليقين، وأثر اليقين ببراءة قادمة من السماء. ننتقل إلى المشهد الثاني مع السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء التي صبرت على فقر زوجها حتى أغناهما الله من فضله، أسماء التي ربت أولادها على الفضيلة والعز والشجاعة. كانت تقول لابنها عبد الله بن الزبير: يا بني عش كريما ومت كريما. لما استشارها في آخر يوم من حياته قبل أن يواجه الحجاج، سجل لها التاريخ موقفا بطوليا، موقف الأم الصبور في لحظة حاسمة. قالت له: يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر حتى تموت في سبيله، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية، وإن كنت تعلم أنك أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. فلما علمت بعدم ركونه إلى الدنيا قالت له: إني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا، إن سبقتني إلى الله أو سبقتك، اللهم ارحم طول قيامه في الليل وظمأه في الهواجر، وبره بأبيه وبي، اللهم إني أسلمتك لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله بن الزبير ثواب الصابرين الشاكرين، وتبادلا معا عناق الوداع. أي شجاعة وأي قوة في الحق هذه اكتسبتها السيدة أسماء! استشارها ابنها فكانت مشورتها وفية لعقيدتها، وإن كان فيها حتف ابنها، درس بليغ في الصدق، الصدق في القول والقصد والطلب. ولننظر جميعا إلى ما توسلت به هذه السيدة الكاملة. توسلت بالقيام والصلاة وبر الوالدين، وذلك هو السر في الثبات والرضا وسكينة النفوس عند المحن. إنها الأمور التي طمأنت قلب سيدتنا أسماء بنت أبي بكر على ابنها، فأوصته أن يصمد ويقاتل لتقر عينها وبنصره، أو يموت كريما فتحتسبه. لعلنا وقد اقتربنا من حياة هاتين الصحابيتين الجليلتين نأخذ دروسا تربوية تربطنا بأصل الاطمئنان النفسي والسكينة، وهو التعلق الدائم بالله عز وجل وذكره على كل الأحوال، واليقين في فرحه في فرجه، والإلحاح في الدعاء، ودروسا تطبيقية تتحدانا وتعلمنا لنتحلى بالروح ونتجمل بالإرادة التي بها نحقق اطمئنانا نفسيا في بيئة هي أشد تعقيدا من بيئتهن. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سأقف في هذا التعقيب عند أهمية التربية الإيمانية كعلاج نفسي من الأمراض والاضطرابات النفسية. في هذه الحياة الدنيا التي تضخم فيها الجانب المادي في النفوس، وزاد فيها الحرص على جزئيات تفرغ جعبنا من المعاني الإيمانية، أصبحت بعض النفوس تعيش خوفاً مزمناً من قدر يفاجئها، أو مرض يقعدها، أو ابتلاء يحطمها. تعيش خوفاً وهلعاً على الرزق، على المال، على الذرية، على المنصب، فتصاب بالوساوس والهواجس. فيلجأ بعض أصحاب هذه النفوس إلى أخصائيين نفسانيين للتخلص من هذه الأعراض ودرء الأخطار المحتملة. هنا ينهج الأخصائي النفسي مقاربات عديدة
من أجل تمكين أصحاب هذه النفوس من إدراك قدراتهم وكفاءاتهم بعيداً عن كل ما من شأنه أن يضعف هذه المؤهلات. فنجد بعض الأخصائيين النفسانيين يدرجون ضمن هذه المقاربات مقاربة تعتمد على مبادئ وقيم ومعتقدات الدين الإسلامي، فيوظفونها بالشكل الذي يساعد هذا الشخص الذي يعاني من مرض أو اضطراب نفسي، يساعده على الإحساس بالرضا، الإحساس بالرضا بوضعيته الراهنة. وبطبيعة الحال يكون هذا بطريقة موضوعية وبمنهج علمي واضح. لماذا الإحساس بالرضا؟ لأن الرضا يخلص الفرد من الهم والحزن وشتات القلب وسوء الحال، وهذا الرضا لا يتأتى إلا بالتربية الإيمانية التي يحاول الأخصائي النفسي أن يوجه إليها هذا المريض، يوجه تفكيره وسلوكه إليها. التربية الإيمانية التي يمكن أن نعتبرها مبدأً أساسياً لأي نظام علاجي في علم النفس حسب وجهات النظر الإسلامية بطبيعة الحال، لأن الإنسان إذا ابتعد عن ربه ضعفت علاقته به واضطربت فعاليته وأصبحت لديه الكثير من المشاكل والهموم، فلا يكون الشفاء إلا من خلال العلاج النفسي الإيماني. والمنهج الإسلامي في تقويم الصحة النفسية يساعد على تعميق مفهوم الإيمان الذي يساعد الفرد على تصور الأمور الإيجابية في حياته، مما يحميه من الوساوس والشكوك في حياته وحول مصيره. لأن تأدية العبادات من صلاة وصوم وذكر وقراءة القرآن إلى غير ذلك من العبادات تعلم النفوس الصبر على الشدائد وتحمل مشاق وصعاب الحياة، وتبعث فيه الطمأنينة وراحة البال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سأل الشيخ مريده: إلى أين وصلت يا فتى؟ قال: عالق في التاريخ يا شيخي، فلا بقيت براحة الجاهلين ولا أدركت لذة العارفين. قال: لا بأس عليك يا بني، فالطريق إلى الوصول وصول. وقبل أن نمر للكلمة الجامعة مع الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ سيدي محمد عبادي، لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه المحطة المباركة، فقد أمضينا معا سويعات، بل بالأحرى دقائق معدودات في زمن أهل الأرض، لكنها أنوار وبشائر ومباهات بين أهل السماوات العلا، عطاء كريم من رب الرحيم، ضيافة صغرى في انتظار الضيافة الكبرى عند لقاء الله عز وجل حيث السعادة العظمى. وحتى لا أطيل عليكم سأترك المجال للأستاذ سيدي محمد عبادي للكلمة الجامعة تحت عنوان رمضان شهر سلامة القلوب والأبدان، ومباشرة دعاء الختم مع الأستاذة الفاضلة فاطمة مبارك. لا تنسونا من خالص دعائكم قوافل الصائمين. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال والطاعات، وإلى موعد قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون.
الله الرؤوف الرحيم الحنان المنان الجواد الكريم القريب المجيب، لماذا خلقنا في هذا الوجود؟ خلقنا ليسعدنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، والمعرفة قمة السعادة. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن الطهارة، عندما يعجز الإنسان عن الوضوء والاغتسال ينتقل إلى التيمم، فقال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. رفع الله تعالى عنا المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد. إرادة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين هي أن يطهرهم من الشرك، من النفاق، من أمراض القلوب، من الغل، من الحسد، من الرياء، من العجب، من الكبر، من الأنانية، وأمراض القلوب لا حصر لها ولا عد. الطهارة الباطنية هي طهارة القلب، والطهارة الحسية هي المعروفة عندنا من وضوء واغتسال وتيمم. الشريعة الإسلامية كما يقول القيم كلها مصلحة، كلها رحمة، جميع الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عز وجل على العباد فرضها لإسعادهم. يعلم الله سبحانه وتعالى عز وجل أن القلوب تصدأ لما يتعرض الإنسان له في هذه الحياة من قواطع الطريق، من نفسه وهواه وشياطين الجن والإنس، يقطعون الطريق عليه حتى لا يرجع إلى أصله، إلى فطرته، إلى صفاء قلبه. والله سبحانه وتعالى يريد أن يطهرنا وأن يخفف عنا، والشيطان يريد أن نضل ضلالا مبينا، أن يضلكم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى عز وجل لنا ما يطهرنا من المعاصي، من الذنوب، من الشرك، من الغفلة. فجميع العبادات الغاية منها هو التخلي والترقي، التخلي والتحلي، الغاية منها أن تطهرنا من الأدناس وأن ترقينا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عز وجل. تحلي بفضائل الإيمان، تحلي بالصفات الحميدة، يرجع إلى الأصل، أصل الإنسان. ورمضان الذي نحن فيه، صلى الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يجعله رحمة ونورا وفتحا ونصرا وتمكين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر المعظم المبارك. هو موسم من مواسم التطهير، عرف الله أننا ضعفاء نتلطخ بالأرجاس والأجناس والأدناس والمعاصي، فشرع الله سبحانه وتعالى عز وجل هذا الموسم العظيم، وهو حمام نغتسل فيه لنرجع إلى أصلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه المطهر، جاءكم المطهر. كيف يطهرنا رمضان من الذنوب ومن المعاصي؟
الله سبحانه وتعالى جعله موسما للرحمات والنفحات والبركات والفيوضات والفتوحات، يعني تتهاطل علينا رحماته في هذا الشهر يعني بشكل ملفت للانتباه وللأنظار، فهو شهر مطهر. ولذا أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث صحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما المقصود بالمغفرة؟ ليست المغفرة هي أن تمسح هذه الذنوب، ولكن أن تتخلص جوارحنا لتستقيم على نهج الله تعالى عز وجل. هذه علامة المغفرة وهذه علامة التوبة، هي أن يفك الله تعالى عز وجل أسر الإنسان، يفك رقاب الإنسان لتسترجع حريتها فتنضبط مع ضوابط الشرع وتسلك طريق الله سبحانه وتعالى عز وجل. الشيطان والنفس هم الحاجز الأكبر في طريق سلوك طريق الله سبحانه وتعالى عز وجل. فائدة الصيام أنه يضيق على الشيطان، يضيق عليه الخناق. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش، ضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. إذن في الصيام يكبح جماح إبليس وأعوانه بحيث لا تكون له السيطرة على الإنسان. ومن خصائص رمضان أن مردة الشياطين تصفد، وأن أبواب الجنان تفتح، وأن أبواب النار تغلق. يصنع الله تعالى البيئة الصالحة لتحرير الإنسان، لإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. يقولون إذا جاعت النفس شبعت الجوارح، إذا جاعت النفس شبعت الجوارح. كيف تشبع الجوارح؟ يعني العين لا تشتهي ما حرم الله، اليد لا تمتد إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عز وجل، الرجل لا تسعى إلى ما فيه غضب الله، اللسان لا يتكلم إلا بما فيه رضا الله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني الجوارح تشبع من من المحرمات، لا تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولكن ماذا لو حدث العكس؟ ماذا سيقع لو شبعت النفس؟ الجوارح تنقض على الشهوات وعلى الملذات، لا تشبع. فرمضان هو وسيلة من وسائل قمع هذه النفس وإجاعتها لأجل أن تضبط الجوارح مع أحكام الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذا يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقاية، وقاية من كل أذى ومن كل شر ومن كل سوء، سواء كان بدنيا أو روحيا أو فكريا. الصوم تصح حتى من ناحية الصحية. الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الشباب الذين لا قدرة لهم على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن يستطع ما هو الحل؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يقهر الشهوة ويمنعها ويكبحها، فهو وجاء للإنسان من أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عز وجل. الصوم وجاء من ردود الفعل بالنسبة لمن أوذي وظلم واعتدي عليه. إذا كان يصوم أحدكم ف
فلا يرفض ولا يفسق ولا يصخب حتى رفع الصوت ينبغي تجنبه في أثناء الصوم، لأن الإنسان في عبادة والعبادة تقتضي أن يشعر الإنسان بأنه داخل في العبادة كما هو في الصلاة، يعني أن تصوم جوارحه، فلا يرفث ولا يفسق ولا يفجر ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. قاتله معنى لعنه، في اللغة تستعمل في القرآن بمعنى اللعنة، فليقول إني صائم. ليس العبرة بالقول، ليقولها جهارا يقولها في نفسه. على كل حال لا ندخل في التفاصيل الفقهية، ولكن العبرة بما يترتب عن هذا القول، بمعنى الإنسان إذا كان صائما لا يقوم برد الفعل، يصبر ويتحمل ويكتم غيظه. فإن سابه أحد أو قاتله لا يقوم برد الفعل. إذن فائدة الصيام فائدة عظيمة جدا في تربية النفس وتطهيرها وفي سلامة القلب. في الحديث النبوي الشريف: ألا أنبئكم، هذا التعبير فيه إلفات الأنظار، انتبهوا استمعوا، ألا أنبئكم بما يذهب وحر الصدور. الوحر هو الغيظ والغضب والوساوس، يعني أمراض القلب. ألا أنبئكم بما يذهب وحر الصدور؟ صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا كان الصيام في الشهور غير رمضان تذهب وحر الصدور، فماذا يفعل رمضان؟ إذن رمضان يكنس هذا الوحر، هذا الغيظ، هذا الغضب، فيتطهر الإنسان ويصبح ملكا يمشي على وجه الأرض. كلمة تنسب إلى سيدنا يحيى بن معاذ أو إبراهيم الخواص، قال وفيه حكمة وهي حكمة بالغة، قال: دواء القلب في 5 أشياء: تدبر القرآن، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع في السحر، مجالسة الصالحين. دواء القلب في 5 أشياء: أولها تدبر القرآن. رمضان والقرآن أمران لا ينفصلان، لأن شرف رمضان يرجع إلى شرف القرآن، إذن فهو وعاء للقرآن، ظرف زماني لاحتواء القرآن. في القرآن والصيام أمران متلازمان، ويأتيان يوم القيامة يشفعان في صاحبهما. القرآن يقول منعته القيام، والصيام يقول منعته الطعام، فيشفعان في صاحبهما، أمران متلازمان. إذن فشهر رمضان هو شهر القرآن، يقرأ الإنسان بتدبر، فإذا كان في الأوقات الأخرى يقرأ القرآن هكذا، فينبغي أن تكون قراءتنا للقرآن في هذا الشهر هي قراءة مناجات. قارئ القرآن يناجي ربه، والمناجات هو أن يستشعر القارئ بأن الله قريب منه يسمعه، حاضر ينظر إليه، فيخشع ويتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. الصيام يطهر والقرآن يطهر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. إذن الصيام شفاء والقرآن شفاء. خلاء البطن أمر، والصيام
خلاء البطن فائدة عظيمة جدا. صوم تصح، المعدة بيت الداء. من تركب الأمر الآن يعني هناك دراسات كثيرة جدا في فوائد الصيام الصحية قام بها المسلمون وغير المسلمين. يقولون البطنة تذهب الفطنة، فمما هو مشروع في هذا الشهر هو أن يعيش الإنسان لحظات التدبر والتأمل والتفكر فيما جنت يداه، في مصيره، في حال الأمة. ما الذي يمنع القيام بهذا الأمر؟ البطنة تذهب البصيرة ولا تسمح للإنسان أن يتأمل، ولكن إذا جاع الإنسان وتطهرت جوارحه تطهر قلبه وعقله، فيصبح العقل في ملكوت الله سبحانه وتعالى عز وجل ويأخذ العبرة والدروس. دواء القلب في خمسة أشياء، قلنا تدبر القرآن، خلاء البطن، قيام الليل. قيام الليل ينبغي أن يكون قيام الليل عادة دائمة، لا في رمضان الآن فحسب، ولكن في جميع الأوقات. قيام الليل يطهر قلب الإنسان، لأن الذي يقوم الليل يكون واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى عز وجل، يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى عز وجل. فنور القرآن وروح القرآن ينصب عليه صبا فيطهر قلبه. رابعا قال التضرع عند السحر. والتضرع هو الدعاء، الدعاء بخشوع، الدعاء بإخبات، الدعاء ببكاء، تبأس، انتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى عز وجل. والدعاء في رمضان مستجاب، ثلاثة لا ترد دعواتهم: الإمام العادل، والصائم، والمظلوم. يعني أي مظلوم، مسلم كان أو مسلم، إذا رفع يدي الله سبحانه وتعالى الله تعالى يستجيب دعوته. فالصائم لا ترد دعوته. إذن فهذه مناسبة لأن يطلب الإنسان حاجاته من الله سبحانه وتعالى عز وجل، وحوائجنا لا حصر لها ولا عد، وأعظم حاجاتنا هو أن يغفر لنا وأن يتوب لنا وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه المكرمين عنده من العارفين به سبحانه وتعالى عز وجل. فدعاء الصائم مستجاب، ولهذا ربط الله تعالى الدعاء بآية الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مباشرة ذكر بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي مباشرة إذا دعان. الله تعالى حذف الواسطة ولم يقل فقل إني قريب. إذا سألك عبادي عني كان من منتظر أن يقول سبحان الحبيب صلى الله عليه وسلم قل لهم إني قريب، ولكن الله تعالى حذف واسطة رسوله صلى الله عليه وسلم قال إني قريب. هذا الشعور الذي ينبغي أن نعيشه ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى عز وجل. وآخر دواء ذكره يحيى بن معاذ رضي الله عنه أو إبراهيم الخواص هو مجالسة الصالحين، ولعله الدواء الرئيس الأساس الأول ضروري مجالسة الصالحين وهو الصحبة. فبالنظر إليهم وبمحبتهم وبذكرهم تتنزل الرحمات، وبذكر الصالحين تتنزل الرحمات. فكيف مجالستهم؟ فمجالستهم
بشوق ورغبة ومحبة ومحبة وإكبار وإجلال تجعلك تتشرب ما في قلوبهم من هذه الوراثة النبوية، من هذه الأنوار المحمدية التي أخذوها بسند متصل. وينصحنا بمجالسة الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رمضان قلت مقرون بالقرآن وبالدعاء وبقيام الليل وبالكرم والجود والإنفاق في سبيل الله، لأن الصوم يذهب الشح، يزيل الشح من القلب. ولذا ترى المسلمين والحمد لله تعالى عز وجل في رمضان يتفقدون الفقراء والمساكين وينفقون ويفطرون الصائم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فطر صائما فله أجره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا في العشر الأواخر عندما يدارسه جبريل القرآن كان أجود من الريح المرسلة، كان أجود الناس وكان أكثر جودا من الريح المرسلة بالمطار، يعني ينفق بلا حساب صلى الله عليه وسلم وعلى آله. لأن إذا طهرت النفس من الشح يصبح ما يملك الإنسان لا من مال أو من متاع أو غيره لا يعتبره ملك له، يعتبره نعمة من الله يجب أن يعود بها على من يستحقها. شهر رمضان مقرون كذلك بالاعتكاف، هذه السنة الغائبة التي منعنا ولا زال نمنع من إحيائها. ما فائدتها؟ فيتدرج الصائم في الترقي وفي السلوك وفي المعارج النورانية إلى أن يصل إلى الاعتكاف، والاعتكاف هو الانقطاع الكلي لله. هذا ما تفيده كلمة العكوف، الانقطاع الكلي لله سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا انقطع الإنسان كليا لله سبحانه وتعالى عز وجل معناه يستغرق في الذكر، والذكر كذلك مقرون برمضان. يقول القاضي ابن عربي صاحب أحكام القرآن، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح الباري، يقول ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه. أي عمل عمل، صيام، صدقة، زكاة، حج، أعمال الخيرية وغيرها، إذا لم يكن مقرونا بالذكر يكون ناقصا. فالذكر هو الذي يكمله. وما شرع الله تعالى عز وجل هذه الأحكام، الصلاة والصيام والحج وغيرها، إلا للذكر. أقم الصلاة لماذا؟ لذكري. إذن فالصائم ينبغي أن يستغرق في ذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل قائما وجالسا وواقفا، كما كان شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعتكف لعله يصادف ليلة القدر، فأعظم ليلة في السنة هي هذه الليلة العظيمة المباركة. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة فنسيها، قال تلاحى فلانا وفلان فرفعت. إذن كيف أن صفاء القلوب تجلب الخيرات والرحمات، وكدرها والشنآن والخصومات ترفع عنا الرحمات والبركات.
ورمضان هو يطهر هذا القلب. إذن هذه الليلة العظيمة المباركة سلام هي مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر سلام هي. قدم الله تعالى الخبر على المبتدأ، ترتيب نقول هي سلام، ولكن بدأ بالسلام لمعناه، الفات الانتباه إلى أن الله تعالى ينزل هذه الليلة، هذه ليلة القدر، ليعم السلام في العالم. وما شرع الإسلام إلا السلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلام هو الأمن. فإذا كان الإنسان يعني عاش رمضان على حقيقته يعيش السلام مع ربه، يعيش السلام مع نفسه، مع نفسه الإنسان دائما يعيش في الصراع الداخلي، يعيش الأمة تعيش السلام بمعنى الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الاجتماعي، الأمن في القبر، الأمر عند البحث، عند الحشر، عند معنى الإنسان يعيش في سلام ووئام. وعلى رأس هذا السلام سلامة القلوب، من هاي طريق السلام، هذه الحروب وهذه الكوارث وهذه الخصومات وهذه البغضاء بين الناس حتى أبي المسلمين، ما سببها؟ هو عدم سلامة القلوب، هو كدر القلوب. الشر الذي يقع في المجتمع في المجتمعات هو نابع من القلب، لأن القلب الذي يتحكم في الجوارح، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسد الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ألا هو القلب. إذن فديننا هو دين سلم ودين أمان. من يوفر هذا الجو للصائم لأجل أن يطهر قلبه بهذه الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ ولكن عامة الناس يفتقدون هذه البيئة المساعدة لأجل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، لما يعيشون من ظلم، من كدار، من مناكر التي تصب عليهم في القنوات وغيرها، من مجاعة ومن فقر. إذن فالصيام هو دواء القلوب، كيف نوفر لهذا الإنسان البيئة الصالحة لأجل أن يستفيد من رمضان؟ سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن الناس كان إذا دخل شهر شعبان ماذا فعلوا؟ عكفوا على القرآن وأخرجوا صدقات زكواتهم لأجل أن يتقوى الفقير على الصيام، والولاة ينظرون في أحوال السجناء، فمن استوجب حدا أقامه عليه. أختم بهذا الأمر، الدولة مسؤولة عن توفير هذا الجو لأجل أن يتفرغ الإنسان لعبادة ربه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ليس في أنفسهم فقط، في الأمة، الصلاة عماد الدين، معنى أقاموا الدين، وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة معنى جمعوها ووزعوها، فإذا لم تغطي حاجية الناس أخذوا من أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. الآن يعني هذه القرارات الجائرة الظالمة التي تأمر الناس بعدم صلاة التراويح في المساجد هي تتعارض مع وظيفة الدولة. الدولة يجب أن تعين الناس على دين الله سبحانه وتعالى عز وجل،
صلاة التراويح في المساجد سنة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي فعلها، وما فعله الخلفاء الراشدين يعتبر من السنة، وخصوصا إذا حصل الإجماع لم يعترض عليه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم أجاز الإنسان أن يصلي في منزله إذا لم تتفرغ المساجد، يعني هناك من يعمر المساجد فيجوز للإنسان أن يصلي التراويح في المساجد. أما أن تخلو المساجد من هذه السنة فهذا أمر لا مبرر له في الظرف الحالي. الناس يعيشون الاكتظاظ المفرط في الشوارع وفي الأزقة وفي الحوانيت وفي كل مكان إلا مسجد. ليس هناك مرفق من مرافق المجتمع انضبط انضباطا كليا كما انضبط المسجد من أخذ الحذر من هذا الوباء. وهب أن المساء مثلا يحصل فيه الاكتظاظ في المسجد، إذن لماذا منعت صلاة التراويح في الفجر؟ وعدد رواد صلاة التراويح الفجر عدد قليل جدا، قد لا يتجاوز صف أو صفين. لماذا يحرم الإنسان من عبادة الله سبحانه وتعالى أعز وجل؟ فالذي يتولى المسؤولية عليه أن يعين الناس على دينهم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال إن أهم أموركم عندي الصلاة. نعم هناك الأهم المهم، يعني معيشة الناس أمر مهم، ولكن أهم منه الصلاة، يعني الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إقامة الدين، توفير الجو لأجل إسعاد الناس. فكيف تأمر الناس بإغلاق الحوانيت وبإغلاق المقاهي وغيرها وليس لهم مصدر من العيش إلا هذا؟ على الأقل يعني اضمن لهم ما يسد رمق الحياة، ما يعيشون به الكرامة. بلدنا والحمد لله تعالى بلد خير، فيه من الثروات شيء كثير جدا. ليس المشكل في فقدان الثروة، المشكل في سوء التوزيع. هل يعقل أن هناك موظفون من الحكام وغيرهم ومن ممتلكي الثروات يأخذون الملايين ولا يجد الفقير المسكين ولو 10 دراهم في اليوم؟ أي رحمة ننتظرها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما أهل عرصة حي بلد دولة قبيلة مدينة أصبح فيهم امرؤ جائعا واحد فقد برئ ذمة الله منهم، يتبرأ الله سبحانه وتعالى عز وجل منهم. فالدولة مسؤولة، كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤولية عن أمنها، مسؤولية عن تربيتها، عن دينها، مسؤولية عن صحتها، مسؤولية عامة. كما يكون الرجل مسؤول عن أولاده إكساء وإطعاما وتربية، فكذلك الدولة مسؤولة عن رعيتها، وكلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. النقطة الأخيرة التي أختم بها هو هذا ما قاله سيدنا أنس رضي الله تعالى عنهم، أن الولاة في شعبان قبل رمضان ينظرون في إحوان السجلاء، ونحن في بلدنا الحبيب عشرات المظلومين المقهورين الذين أودعوا السجن ظلما وعدوانا من حراك الريف ومن الصحفيين ومن غيرهم. ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ ألا يكون هذا الشهر العظيم المبارك الذي يرحم الله سبحانه وتعالى فيه عباده ويعتق الرقاب حتى بالنسبة للمظلومين أن يطلق سراحهم ليعم الخير البلاد وليرفع الحزن والضيق والألم على أسرهم؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا العدوان؟ إذن معشر المؤمنات والمؤمنين، نحن في هذا الشهر الفضيل، شهر الله المعظم المبارك، شهر رمضان، لا بد أن نعلنها توبة صادقة نرجع فيها إلى الله سبحانه وتعالى
عز وجل لنجني ثمرة هذا الصيام وهي التقوى. ونرى مظاهر هذه التقوى في مجتمعنا كلها. يخرج رمضان ونجد المجتمع كله أصبح يعيش التراحم والتكافل والتعاون والتآزر والتواخي والتآخي، لانتفت مظاهر الفسق، مظاهر الفجور، مظاهر الكفر، مظاهر الفساد، مظاهر الظلم، مظاهر الطغيان. الله قادر على ذلك إن صدقنا في رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة، نتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، واكتبه منا على التمام والكمال، والمهذب من كل الإلحان. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات أجمعين، وإلى أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ردهم إليك مردا جميلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج كربتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا فيه بالصلاة والدعاء والصيام يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.